طيب مين كان بينافسك بصراحة؟ اللي كان بينافس الكبار كلهم؟ أنا كنت عايز أنافسهم. أنا دخلته في دماغي أبواب. دخلته في دماغي فلان فلان فلان. إلى كمال طويل ده مقيم عندي في البيت المنار. أيوه. إلى الموج يعدي أنت يا واد أنت بتاع أنت بقيت ملحن لأن أنا رفضت ألحنك. إيه هو إيه تحكيار؟ بليغ بقى اللي كان صديق عمري غنائي إحنا الاتنين في الهواة. هو بيغني ساعة قلبك بتقول اضحك دايما على طول وانا بعمل بعمل اغاني وطنية كل عام وانتم حاجات كنا وغنيت في مجلس في عابدين قدام جمال عبد الناصر وغنيت لغاية لما الشغيع قال لي عايزك ملحن المطربين كتير عندنا بليغ كان بيقول لك ايه على الحانك يا استاذ بليغ لما كنت بيقول يسمعني اللي حلو كان يقول لي امتى بقى يا موردة لما بدأت ألحن الوردة وجوزها فكان يبعت لي بوكي ورد حضرتك لحنت الوردة بعد ما بليغ لحن الوردة لما لحن لها وبعدين قبل ما يجوزها قبل بالظبط كده كان تعقيبه ايه على ألحان حضرتك تعقيبه بوكي الورد اللي بيجيني البيت لغاية ما اتجوز وردة لا اتجوز اولا قبل ما اتجوز وردة عمل بحبك فوق ما تتصور نعم وطلع عيني بتاع لان قبل منها كان السنباط عمل ليها لعبة الايام لا اقصد العلاقة بينكو كانت قوية جدا قوية جدا 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 حلموس هو اللي سماني حلموس هو اللي جاب المأذون ايام ما اتجوزت سير رمزي هو اللي عيط وهو بيغني بقول له بتعيط ليه قال لي اول مرة اعمل حاجة عدلة في حياتي كان على ايه؟ على جوازي ان هو واقف في جوازي ده في جواز حضرتك من الفنانة سهير رمزي اختلفت مع الأستاذ بليغ في ايه؟ ده الاختلاف اللي جه أيام التهمة الظالمة اللي لبسوها له وطلع براءة من القضية لأنه هو كان بريء فعلا يبقى اختلفت فين؟ تمام شايف الموسيقار الكبير أستاذ حلمي بكر شايف عبقرية بليغ في ايه؟ جمال بليغ في ايه؟ حلو قوي عبقرية بليغ في انه راسم طريقه وقاري اللي ورا اللي قدامه لو هو قاري اللي ورا اللي قدامه بس ما كانش نافع بنكله فكان هو بيبص الصف الاولاني في ايه يبص وراه يروح ناطط رايح هناك ده بليغ فعمل ايه عمل بليغ بدا يلعب لعبه الجمله الواحده التي تصل اليك بلا عناء ولا مجهود سهله الجمله سهله يعني سافر من غير معاد دي كانت الحاجات دي كل ده جمله ايه ولا لا لا الله 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 دي كان معتمد على ان يعمل علامه تمشي الاغنيه كلها فتشالت اغاني كلها وجود استاذ بليغ لا وجمل وجمل وعايز الجمله دلوقتي تنجح انا ماليش دعوه بكره خلي بكره لدول فكانت الجمله بتنجح بالليل دخل عالم الغناء التزييف وهو ان بعد هجيب مين يسقف الحفله بعد مين دخل التزييف لا ده المعلم ما تحدديش على حد لا لان كله هيودان لا يا فندم اقصد انه لانه حضرتك قلت الجمله دي واحنا بصدد الكلام على الاستاذ بليغ تقصد بعد الاستاذ بليغ ولا تقصد في وجود لا ده قبل بليغ ومع بليغ وقبل ومع دلواب كمان بدأنا نعمل عملية إنجاح للأغاني عندك باجور جاز عند مغنفة في حتة عايز لحن فتبعت تلحميه فكن إيه هو إزاي أجيب أعمل حفلة خطيرة ويجي جمهور مسقفاتي هو مش مسقفاتي كده هو مسقفاتي حقيقة بس هو عايز الإعادة عشان نستطلب من الحفلة حافظة دي أول الجناية